بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد القادات وقائد السادات محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على النبي محمد واجعله شافعا لنا يوم غد. أما بعد، الحمد لله ما زلنا نواصل هذه المحاضرات الطيبة الماتعة النافعة، وما زلنا مع هذه الدورة المباركة وهي دورة شرح الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية. مراجعة سريعة للمحاضرة السابقة، تحدثنا في لقائنا السابق عن باب الراءات واللامات والوقف على المرسوم، وتحدثنا عنه بالتفصيل. لن أعيد ولن أكرر ولن أراجع كالمعتاد، احنا متعودين نراجع في الأول، لكن سأنتقل بشكل سريع. كل شرحنا بالتفصيل. مين عنده سؤال في لقائنا السابق؟ طيب، اليوم إن شاء الله باب مهم في القراءات، وهو باب يسمى باب ياءات الإضافة. طبعا ياءات الإضافة تعرف بأنها ياء تستخدمها العرب للتعبير عن المتكلم المفرد، وهي زائدة عن بنية الكلمة. طيب، ممكن يقول واحد، طيب ما هي ياءات الزوائد أيضا زائدة؟ نقول هنا نتحدث عن أنها زائدة عن الكلمة أم لا، لكن حركتها دائرة بين الإسكان والفتح. لكن ياءات الزوائد إيش الفرق بينها وبين ياءات الإضافة؟ أنها دائرة بين الحذف والإثبات. يعني ياءات الزوائد أن نتحدث أنها هل هي موجودة في رسم المصحف أم غير موجودة، في الرسم العثماني موجودة أم غير موجودة. لكن ياءات الإضافة نحن نتحدث عنها، هل هي مفتوحة أم أم ساكنة، يعني دائرة بين الفتح والإسكان. لذلك، وهذا النقطة حتى يعني نخرج منها بعد قليل، سوف أقول بأن فلان أسكن الياء، ويوجد بعدها تلقائيا راح تجد أنه مثلا في بعض الكلمات أو المواضع بعدها ساكن، مثلا ربي الذي، إذا قرأت ربي الذي ما فيش مشكلة. طب إذا قرأت ربي الذي بإسكان هذه الياء فهي تحذف لأجل التقاء الساكن. لن نتحدث عن الحذف، تمام؟ أنا سنقول قرأت بالإسكان، وأنت تلقائيا إذا كان ما بعدها ساكن فسوف تحذف لأجل التقاء الساكن. واضح هذه النقطة؟ طب علامة ياء الإضافة في القرآن صحت أحلال الكاف أو الهاء محلها، فتقول مثلا في نحو فطرني فطرك أو فطره، إذن صحة إحلال الكاف أو الهاء مكان هذه الياء. العلماء اختلفوا أيهما الأصل، هل الإسكان أم الفتح في ياء الإضافة. الراجح في الأمر أن الإسكان هو الأصل، وقال بعض العلماء أنه الفتح هو أصل ثاني، لكن نحن يعني نسير على المنهج بأنه الإسكان هو الأصل في ياءات الإضافة. هذا كله أخذناه في، إذا بتتذكروا، في الشاطبية شرحنا بالتفصيل، الآن نعرج عليه بشكل سريع. يعني قسموها العلماء إلى ثلاثة أقسام ما اتفق القراء على إسكانها، وهي الأكثر في القرآن. كم عددها؟ 566 ياء عددها في القرآن، وهي الأكثر موجودة في القرآن، 566 ياء. نحو يطعمني ويسقين، هذه ياء ساكنة عند جميع القراء، فيش أحد من القراء فتحها، تمام؟ طيب، ما اتفق القراء على فتحها وهي عددها 98 ياء، نحو قوله تعالى نعمتي التي، أيضا هذه جميع القراء فتحوها. إذن القسم الأول ما اتفق القراء على إسكانها وهي الأكثر في القرآن، ما اتفق القراء، القسم الثاني ما اتفق القراء على فتحها، تمام. القسم الثالث ما هو مختلف فيه بين القراء. السؤال الآن في الشاطبية لما درسنا وفي الدرة، سندرس أي قسم ولا ثلاثة أقسام؟ الثالث، الله ينور عليك. المختلف في المفتوح، المتفق على فتحه والمتفق على إسكانه لن نتحدث عنه، خلاص متفق بين القراء. الحديث عما تم الاختلاف فيه بين القراء هو اللي راح نتحدث عنه. طيب، قد جملتها في القرآن؟ جملتها 212 ياء إضافة في القرآن. هذه 212 ياء اختلف العلماء فيها، تمام، أو اختلف القراء فيها، منهم من يفتحها منهم من يسكنها، في خلاف،
تمام؟ لذلك ذكرت في القسم الثالث، وقسموا العلماء هذه على 6 أقسام. تمام؟ هذا القسم هو القسم الثالث، قسموا العلماء على 6 أقسام بناء على ماذا؟ بناء على ما يأتي بعدها من أحرف. تمام؟ أولى هذه الأمور هي أقسام ياء الإضافة، يأتي بعد ياء الإضافة همزة قطع مفتوحة. تمام؟ قد يأتي بعدها همزة قطع مفتوحة، كم عددها في القرآن؟ 99 ياء إضافة. أن يأتي بعدها همزة قطع مكسورة، عددها 52 ياء في القرآن. أن يأتي بعدها همزة قطع مضمومة، عددها 10 ياءات في القرآن. هذا إذا جاء بعدها همزة قطع. طيب ممكن أن يأتي بعدها همزة وصل في آل التعريف أو همزة وصل منفردة لوحدها. إذا جاء بعدها همزة وصل في آل التعريف فعددها في القرآن 14 ياء إضافة. شوف كيف أنتم العلماء، أنتم ملاحظين حتى هذا الأمور حصروا لنا إياها العلماء لدقة الأمر والاهتمامهم في الأمر، حصروا لنا عد وكمياء وكذا فحصروهم. إذا جاءت بعدها همزة وصل منفردة لوحدها بدون آل التعريف عددها في القرآن 7 ياءات إضافة. أما إذا لم يأتي بعدها همزة بشكل عام، إما همزة قطع أو همزة وصل بشكل عام، فعددها في القرآن 30 ياء. تمام؟ هنا نقصد بأنه لا يوجد بعدها همزة سواء وصل أو قطع نهائي. تمام؟ عددها قديش في القرآن؟ 30 ياء إضافة في القرآن. يقول الإمام ابن جزري: كقالون أد، كقالون أد، لي دين سكن وإخوتي وربي افتح أصلا وأسكن الباب حملا. الآن الإمام ابن جزري يقول ويتحدث عن منهج الإمام أبو جعفر، ويقول منهج الإمام أبو جعفر تماما كالإمام قالون، كقالون قد. الإمام أبو جعفر يتعامل مع ياءات الإضافة في جميع القرآن كما يتعامل الإمام قالون. إذا فتح يفتح الإمام أبو جعفر، وإذا أسكن يسكن الإمام أبو جعفر. تمام؟ طيب هل هذا في كل القرآن؟ دائما نقول أن هناك بعض الاستثناءات تمام؟ فهنا يقول ويأتي على باب الاستثناءات، أي وضعنا شرطة، لي دين سكن. تمام؟ لي دين سكن، يتحدث عن ماذا؟ عن سورة الكافرون في قوله تعالى أيوه لي دين سكن، يتحدث عن سورة الكافرون: لكم دينكم ولي دين. إذا كيف سيقرأها الإمام أبو جعفر؟ لكم دينكم ولي دين. طب الإمام قالون، لو نتذكر الإمام قالون ولي دين عن هاد بخلف، هذا في الشاطبية، له الحلى. إذا الحلى الإمام نافع بالراويين لهم إيش؟ لهم الفتح. لكن الإمام أبو جعفر له الإسكان بناء على قوله وسكن لي دين. في خلاف، الله ينور عليك، لكن الخلاف هنا دائر بين من؟ بين الإمام أبو جعفر وقالون وورش. تمام؟ هنا في هذا الموضع قالون ورش، لأنه قالون ورش بيقرأوا بماذا؟ بالفتح. تمام؟ لكن هو بداية الأمر قال كل الياءات كالإمام قالون، وهذه من ضمن هذه الياءات التي فيها خلاف بين الإمام أبو جعفر والإمام قالون، فتقرأ بالإسكان. واضح؟ ثم قال وإخوتي وربي افتح أصلا. إذن أيضا يتحدث عن الإمام أبو جعفر. تمام؟ قال وإخوتي وربي افتح. مبدئيا قالون إيش رح يعمل؟ حيكون يسكن، لكن في موضع الآن رح نأخذه أنه بخلف عنه. لكن مبدئيا أنا أول ما أقرأ أنه قالون أد، اقرأ جميع الياءات الإضافة كقالون، ثم بدأ لي وقال لي لي دين سكن، اقرأ بالإسكان، معنى ذلك أنه قالون يفتح. وإذا قال لي وإخوتي وربي افتح أصلا، معنى ذلك أنه قالون يخالف بالإسكان. تمام؟ إذن وإخوتي وربي افتح، اقرأها بالفتح. وذلك في قوله في سورة يوسف بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف، الآية 100، بيني وبين إخوتي إن ربي.
هنا تقرأ وإخوتي إن ربي. مين؟ أبو جعفر. حديث عن أبو النمام أبو جعفر. ولاحظوا هنا إذا نتذكر في الشاطبية قال وفي إخوتي ورش، وكان يتحدث عن من يفتح. إذا قرأ ورش بالفتح ولم يذكر قالون، معنى ذلك أنه قالون مخالف، معنى ذلك أنه قارون يقرأ بالإسكان. وهنا أمرنا الإمام ابن جزري بأنه نقرأ بعكس هذه القراءة أي بالفتح، وبينا إياها أن نقرأ بالفتح. طب لماذا؟ لأنه قالون أو الإمام أبو جعفر خالف أصله من الشاطبية ألا وهو الإمام قالون في هذا الموضع أو في هذا الباب، وقرأ بالفتح لأنه الإمام قالون يقرأ بالإسكان. إيش الدليل؟ أنه ورش في من يفتح قرأ الإمام ورش بالفتح والإمام قالون لم يذكر، معنى ذلك أنه يقرأ بالإسكان. وبالتالي هنا قال لي اقرأ بالفتح للإمام أبي جعفر. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني في سورة فصلت الآية 50، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. أيضا هذا الموضع قرأ بالفتح عند الإمام أبو جعفر، لكن ننتبه أنه هذا الموضع قرأ بخلف عند الإمام قالون. إذا بتتذكروا هاي خلف قالون يعني أخذناه في الشاطبية بأن الإمام قالون يقرأ بخلف، له الإسكان وله الفتح، لذلك هو يخالف الإمام قالون في هذا الموضع ويقرأ بالفتح، أحد أوجه قالون. لكن في وجه آخر لقالون الإسكان، فلذلك هو لم يوافقه تماما فأمرنا بالفتح في هذا الموضع. تمام. ثم قال وأسكن الباب حملا. الآن خلصنا من الإمام أبو جعفر، الآن شيء جديد، قال وأسكن الباب حملا. طبعا إنها تكمل في البيت الآخر، أمرنا بإسكان هذا الباب كله للإمام يعقوب. وأسكن الباب باب، يأتي الإضافة للإمام حملا للإمام يعقوب. تمام. طيب هل ذلك في كل القرآن؟ نقول لا، برضو في استثناءات. قال سوى عند لام العرف إلا الندى وغير محياي من بعد اسمه واحذفا ولا، وادخل على البيت الذي بعده عبادي لا يسمو، وضعوا واغلقوا القوس، وضعوا شرطة بعد لام العرف وإلا الندى وبعد محياي وبعد اسمه. إذن هو أمرنا بماذا ليعقوب؟ بإسكان هذا الباب. تمام. قال سوى عند لام العرف، لام العرف أي لام التعريف، أل التعريف، قال باستثناء أل التعريف. تمام. إذا جاءت ياء الإضافة وبعدها أل التعريف فهذه لا تقرأ عند الإمام يعقوب بالإسكان، راح تكون بالفتح لأنه هو أمرنا بالإسكان. ينور عليك، هو استثناء من هذا الباب وهو أمرني بإسكان هذا الباب جميعه. قال سوى، إذن استثناء الآن عند لام العرف، إذن إذا كانت أل التعريف فهناك استثناء في هذا الباب وتقرأ بالفتح عند الإمام يعقوب. نحو ربي الفواحش، نحو أيضا عهدي الظالمين، هذا كيف تقرأ الإمام يعقوب؟ بالفتح، عهدي دي الظالمين. تمام. إذن سوى لام العرف إلا، الآن استثناء من الاستثناء، إلا الندى. إذا كانت هذه الياء التي بعدها أل التعريف كان فيها ياء نداء فمستثنى من الاستثناء، بمعنى إيش راح ترجع؟ للإسكان. الله ينور عليك، راح ترجع للإسكان. أكم موضع يجي في القرآن؟ 200 300 500؟ لا، هنا موضعين فقط اللي في القرآن، هو الموضع الأول في سورة العنكبوت يا عبادي الذين آمنوا. تمام. هذا طبعا وهي شاهدها من الشاطبية، هذا الموضع الأول الآية 56 من سورة العنكبوت. والموضع الثاني قل يا عبادي الذين أسرفوا، كلمة عبادي بياء النداء فيستثنى من هذا الاستثناء. احنا القاعدة الأساسية عند الإمام يعقوب ماذا؟ الإمام يعقوب إيش منهجه؟ بأنه يسكن أي ياء إضافة في هذا الباب، كل الباب بشكل عام يقرأ بالإسكان. استثنى لي، قال لي سوى لام العرف، هاي سوى لام العرف، أو سوى عفوا سوى عند لام العرف، هذا استثناء. قال إذا جاءت نحو
عهدي الظالمين. إذا جاء بعدها أل للتعريف فهي مستثنى. طب إيش أعمل؟ قال افتحها. هو إذا قال ساكن معنى ذلك، وإحنا قلنا في بداية المحاضرة العمل دائر في ياءات الإضافة بين الإسكان والفتح، فإذا قال للقارئ اقرأ بالإسكان فالمخالفة بالفتح، وإذا قرأ اقرأ بالفتح فالمخالفة بالإسكان. هو أمرني بأن أقرأ بالإسكان هذا الباب جميعه، قال سوى عند لام العرف. إذا لام العرف لم أل التعريف مستثنى، طب ماذا يعمل فيها؟ يقرأها بالفتح. طب هل هذا في جميع القرآن؟ نقول في جميع القرآن إلا موضعين حدد ليها، قال إلا النداء، أخذناه من الموضعين اللي قبل قليل، ثم قال وغير محياي. أيضا هذا الأمر مستثنى من الاستثناء العام، سوى عند لام العرف وأيضا كلمة محياي. طب كيف يقرأ محياي؟ أيضا يقرأها، إيه هو المنهج تاعه العام إيش هو؟ الإسكان. إذن هنا إيش راح يقرأها؟ بالفتح، ومحياي ومماتي. طبعا هذا وقع في سورة الأنعام الآية 162. مفروض بالإسكان؟ ليش؟ لأنه الأصل لا يعقوب الإسكان. طيب إلا التعريف، ما بعدها التعريف. تمام، ويستثنى من أل التعريف ماذا؟ يا النداء. يا النداء. ثم قال وغير أيضا وغير أيضا، يعني في الاستثناء العام أيضا يوجد عندك استثناء من الإسكان هو محياي. تمام. ثم قال من بعد اسمه، أيضا هذا عائد على الاستثناء، بمعنى أنه هذا الموضع يقرأ بالفتح في قوله تعالى في سورة الصف طبعا الآية 6، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. الآن إيش راح يقرأ؟ بعدي اسمه بالفتح. لماذا؟ لأنه مستثنى. هو المنهج العام تاع الإمام يعقوب قلنا ماذا؟ الإسكان، واستثنى لهذا الموضع. إذن يقرأ بماذا؟ يقرأ بالفتح. هاي الشاهد من الشاطبية. ثم قال واحذفا ولا، وادخلوا لي على البيت اللي بعده، عبادي لا يسمو. الآن هو عن من يتحدث؟ هاي الياء باللون الأحمر، الإمام روح، الله ينور عليك، الإمام روح، هو يتحدث عن الإمام روح. فقال واحذفا ولا عبادي لا يسمو. احذف من كلمة عبادي لا، وقرن لي إياها عشان ما يروحش بالي على كلمة عبادي أينما ترد في القرآن، لا، عبادي لا. قال احذف هذه الياء منها. تمام. هيا يا عبادي لا خوف عليكم. طبعا لا يقرأ لا خوف عليكم الإمام يعقوب، يا عبادي لا. لمن؟ الإمام روح، الله ينور عليه. طب السؤال الآن، طب رويس إيش عمله؟ ايش يعني اصلا؟ طب هو ما قاليش الله ينور عليك، هو له الاثبات. هو مبدئيا اول ما انظر اذا قال لي هنا الامام روح يحذف، معنى ذلك ولم يثل الرويس، معنى ذلك الامام رويس ماذا يفعل؟ يثبت. اذا الامام روح قال يحذف، اذا هذا يثبت. طيب اذا قال لي ما تحدثت لي عنها، معنى ذلك انا بدي ارجع الى الاصل تاعه الا وهو الاسكان. فكرة جميلة جدا، لكن هنا أو في الأبيات الأولى هو قرن يا عبادي التي فيها ياء النداء إذا جاء بعدها أل التعريف واستثنى. قال بشكل عام هو منهج الإمام يعقوب الإسكان، ويستثنى منها إذا جاء أل التعريف. فماذا نفعل فيها إذا جاء بعدها أل التعريف؟ بنفتحها باستثناء ياء النداء. ورد ذلك في موضوعين، بمعنى أنه ياء النداء التي بعدها أل التعريف، هل هذه بعدها أل التعريف؟ إذن ليست تدخل ضمن الاستثناء. إذن هنا الإمام رويس إيش يعمل؟ يثبت. لماذا؟ لأن الإمام روح يحذف، فالإمام رويس يثبت. وإذا أثبتها نعود إلى المنهجية الأصلية تاعته. ما هي المنهجية؟ الإسكان. وضح؟ طبعا هي وقعت في سورة الزخرف. إذا عبادي لا يسمو، وانتبهوا أنه هنا قرأها كما قلت، قرن هذا الموضع في عبادي لا، حتى لا يذهب فكري أو نظري إلى مواضع أخرى فيها كلمة عبادي، فقط هذا الموضع، فقط اللي في سورة الزخرف، الله ينور عليك. ثم قال وقوم افتحا له. الضمير في له عائد على مين؟
لا روح، الله ينور عليك. اذا قومي ايضا اقراها بالفتح للامام روح. اذا وقوم افتحن له ايضا اقرا هذا الموضع ايضا بالفتح. طبعا هو تحدث عن سورة الفرقان، ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا، الآية 30 من سورة الفرقان تقرا بالفتح، ان قومي اتخذوا. تمام. اذا كيف يقرا الامام روح؟ يقراها بالفتح. طب الامام يعقوب او عفوا الامام رويس ولم يتحدث عنه، اذا قراها بالاسكان حسب المنهجيه العامه. الله ينور عليك. هو الان اذا اسكناها سوف تحذف قومي اتخذوا بالاسكان، وتحدثنا عنها في بدايه اللقاء، قلنا اذا اسكنت الياء وبعدها ساكن فانها تحذف لاجل التقاء الساكنه. هذا الشاهد من الشاطبيه. ثم قال وقل لعبادي طب فشا. قل لعبادي، كلمة قل لعبادي أقرأها بالفتح للطاء والفاء. لمن؟ الإمام رويس والإمام خلف العاشر. اقرأها بالفتح في هذا الموضع، في قوله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. إذن الإمام يعقوب كيف يقرأها؟ يقرأ هذا الموضع بالفتح، يا عبادي قل لعبادي الذين. طب ايش عرفنا بالفتح؟ لاحظ هنا ايش قال؟ وقوم افتحن له، وايضا كانه يقول وايضا قل لعبادي طب فشا. اذا الامام رويس يقرا، هو والامام خلف العاشر يقرا هذا الموضع بالفتح، وذلك في قوله تعالى قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه من سوره ابراهيم الايه 31 تقرا بالفتح للامام رويس والامام خلف العاشر. قل لعبادي الذين. طب من يقرا بالاسكان كالامام روح كيف يقراها؟ عبادي الذين. قل لعبادي الذين اي بحذف هذه الياء لاجل التقاء الساكنه. ثم قال وله ولا. ماذا يقصد هنا في ولا؟ اي له الولاء، اي له المتابعه. والضمير في له عن مين عائد؟ على اقرب مذكور، الا وهو الامام خلف. تمام. انتبهوا انه لحد هذا البيت انتهى ايضا الامام يعقوب بالرويهن، لم يبقى شيء للامام يعقوب. يعني في الاول كان يتحدث عن الامام ابو جعفر، بعد ما انتهى انتقل للامام يعقوب، الان سوف ينتقل للامام خلف العاشر. فماذا قال؟ وله، اي لمن؟ اقرب مذكور اللي هو الفاء اللي هو فشا، اي الامام خلف العاشر. وله ولا. اصل كلمه ولا اي ولاء، اي متابعه، اي اهتمام في هذا الامر. وله ولا. ثم قال لدى لام عرف نحو ربي عبادي لن ندى مسني اتاني اهلكني ملا. هذا البيت الاخير من هذا الباب. قال لدى لام عرف نحو ربي، هنا يتحدث عن الامام خلف ويقول بانه له الولاء وله المتابعه في لام العرف، اي في ال التعريف اذا جاءت بعد ياء الاضافه، نحو ربي، ربي الذي، ربي الذي تقرا ربي الذي. لمن؟ حديثه هنا عن الامام خلف العاشر. الان امثله. ثم قال عبادي لا ندى. اذا الامام خلف، انتبهوا معي في هذه النقطه، له فتح ياء الاضافه اذا جاءت بعدها ال التعريف، وايضا عبادي تمام التي جاء بعدها ياء الإضافة ياء التعريف، إلا إذا جاءت في النداء. وإحنا أخذناهم قبل قليل موضوعين فقط، اللي هو قوله تعالى في العنكبوت يا عبادي الذين. إذا ماذا يفعل فيها الإمام خلف العاشر؟ يقرأ بالإسكان. نعم، زي يعقوب، الله ينور عليه، يقرأ بالإسكان يا عبادي الذين. والموضع الآخر في سورة الزمر قل يا عبادي الذين، فكيف يقرأها؟ يا عبادي الذين بالإسكان. إذن هنا يقرأ الإمام خلف العاشر بالإسكان، وهو بذلك موافق للإمام الإمام حمزة، لأن الإمام حمزة يقرأ هذه المواضع فيش وفي الندى حما شاع. إذن الإمام حمزة يقرأ بالإسكان في 14 موضع الذي جاء فيه ياء الإضافة وبعدها التعريف. تمام. ينور عليك، ينور عليك، لأنه هنا أيوه استثنى إياها، قال عبادي أيضا تقرأ بالفتح. لن ندى إذا جاءت بياء النداء فيها ياء النداء، وقلنا هذا فقط في موضوعين، مستثنى من هذا الأمر.
هو هنا حديث عن ماذا العام؟ عن الفتح. إلا للندى فيكون بالمخالفة أي بالإسكان. ثم قال مسني، أيضا هنا يأتي على ذكر الأمثلة. نعم بالإسكان، كل هذه المواضع ال 14 موضع يقرأ بالإسكان يا عبادي الذين. طب اللي بعده النداء صارت كل صار موافق مش مخالف. ما هو في هذا وافق، ما احنا حكينا في هذا وافق، في الموضعين هذول وافق لأنه هو قرأ بالإسكان الإمام خلف العاشر، وهو بذلك يوافق الإمام حمزة. الموضع الأول في كلمة مسني في سورة الصاد، مسني الشيطان بنصب وعذاب، الآية 41. والموضع الآخر في سورة الأنبياء، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، الآية 83 من سورة الأنبياء. طب لماذا ذكرنا سورة الصاد وسورة الأنبياء؟ فيش مواضع أخرى؟ في، لكن هيو. وفي صاد مسني اللي في سورة الأعراف وفي سورة الحجر. طب هنا لم يتحدث عنها أو لم يذكرها، أو قال العلماء ليس المقصود بمسني هنا اللي هو في سورة الأنبياء أو عفوا في سورة الأعراف وفي سورة الحجر، إنما المقصود فيها اللي في سورة الصاد وسورة الأنبياء. طب كيف عرفت؟ لأنه هنا هذه لا يوجد فيها خلاف، وهنا لم يتحدث عنها الإمام الشاطبي، هو تحدث في شاطبيته عن موضع سورة الأنبياء وموضع سورة الصاد. نعم فقط، هو الحديث الآن عن سورة الأنبياء وسورة الصاد فقط. طيب يعني هو لما قال مسني وآتاني وأهلكني، هذه أمثلة تمام، هي في هذا الموضع فقط، أهلكني فقط، هو لم يأتي في القرآن إلا هذا الموضع، هو يأتينا بأمثلة فقط كأمثل. مر معكم الوقت بشكل سريع، تحدثنا في اليوم عن باب ياءات الإضافة، وبينا بداية بمنهج الإمام أبو جعفر، وقلنا أنه أبو جعفر موافق تماما للإمام قالون إلا فيما استثني له. ثم انتقلنا إلى الإمام يعقوب، وقلنا أنه منهج الإمام يعقوب الإسكان إلا ما استثني له. ثم انتقلنا إلى الإمام خلف العاشر، وقلنا أنه أيضا منهج الإسكان في مواضع والفتح في مواضع حسب ما بينا في لقائنا لهذا اليوم. طبعا هذه المحاضرة إن شاء الله ستنزل قريبا على قناتنا على اليوتيوب، وهذا البركود الخاص بالتليجرام الخاص بالمؤسسة عنا. أسأل الله لي ولكم النفع والقبول والسداد. سبحانك ربي لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. مين عنده سؤال في محاضرة اليوم؟ طيب إذن في نهاية هذه المحاضرة لا يسعني إلا أن أقول والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابع من واله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.